اسقاط لاخر من لمس الكره. تنفذ اسقاط لهزازي، بعد ذلك تحول اللعب الى امان. امان لو اعطي الفرصه ايضا للتقدم اكثر سيعطي اضافه هجوميه اقوى، لكن هزازي الان يمرر في العمق، تصل الى هزازي فرصه للتسديد، فضل التمرير وهدف اول. الله، هدف اول بعد طول انتظار. حقوي أضاع الأولى في الشوط الأول، لكنه لم يفقد الأمل، لم يفقد الأمل، وتمريرة في العمق رائعة من هزازي وضعت حقوي أمام المرمى، وبطريقة السهل الممتنع وضعها في الشباك، وضعها في الشباك بعد أفضلية للفريق النصراوي في الشوط الثاني، ترجمها نجوم العالمي، نجوم المستقبل للفريق العالمي، ترجموا هذه الأفضلية لهدف عن طريق اللاعب رقم 10، القميص رقم 10 اللي يظهر في الأوقات الصعبة، الأوقات الصعبة، سعد حسين حقوي يظهر في هذه اللقطة ويسجل هدفا أول في المباراة بعد 69 دقيقة من اللعب، بعد 69 دقيقة من التعادل السلبي، جاءت لقطة حقوي لتنهي